مبانيها، شوارعها، وميادينها رفعت أعلام الفخر والعز، أعلام دولتنا دولة الخير والعطاء. تزين الحجر قبل البشر، الشارقة الإمارة الباسمة رفعت أعلام الدولة في جميع أرجائها. فرحة تعم عاصمة الثقافة بمناسبة اليوم 46 للاتحاد، فكما عودتنا المؤسسات والدوائر الحكومية بالشارقة في اليوم الوطني من كل عام بإبداعات وأفكار فنية في تصميم المباني وتزيينها لليوم الوطني التي تجسد الهوية الوطنية وتتيح الفرصة لجميع أبناء الإمارة والمقيمين على أرضها للتعبير عن حبهم الكبير للوطن ومشاركتهم فرحتهم. المباني الحكومية تشابهت في احتفالها باليوم الوطني 46، ولكنها اختلفت بطريقة الاحتفال، فكل مبنى له طابع ميزه عن غيره مجسدا حبا ليس له مثيل، حب دولة الاتحاد. يتنافس موظفو الدوائر الحكومية في الابتكار بتصاميمهم التي تتجدد سنويا ابتهاجا بتلك المناسبة العظيمة والتي ينتظرها مواطنو ومقيمو إمارة الشارقة لمشاهدة هذه الإبداعات الفنية، سواء بالأعلام والزينة والمجسمات الضوئية. تزخر إمارة الشارقة بالأنشطة الجذابة والعروض الشيقة في الوجهات السياحية والتراثية المختلفة في كل أنحائها، وتعكس الأفكار الإبداعية ثراء ماضي وحاضر الإمارات ومستقبلها المشرق.